واحد ما جمش يتوب المادة المخدرة الوحيدة المسموح بها واللي ما عاوز ما يعاقبش عليها القانون. هي طرشي دوك حقيقة قصة تاع عشق تاع حب كل شيء تتفكرها في عيد ميلادك، تتذكرها في عيد ميلاد الأمهات، تتفكرها في انتصاراتها في هزايمها. يعني ما تتصورش اللي قاعدة تعمل فيه الترجي السنوات هذه حاجة كبيرة برشا. اللي عايشته جستمو الترجي في موسم مميز اللي هو موسم المئوية، كيفاش قاعدة تعيش فيه سنيم شيبو؟ حاجة كبيرة، غير احنا جمهورنا ما يشبعش. يعني تلفت على اليمين ترجع على اليسار تلقى زيت الغرع كزيت لقب. ترقد في الصباح تقوم عقاب العشية يقولوا لك راهو ثم لقب نضاف. تحل تتفرج في الهوند في الميتون يقولوا لك رانا هزينا بطولة كرة الطائرة. تكمل تقول الهوند بول يقول لك رانا في كرة القدم. يعني ماكينة متاع القاب، سمعة كبيرة ولات عن جمهور كبير. يعني اون اتو بور اترور سي سليم، خليني ندغدغك شويه هكا، ما تحس شويه بالغيره كي تحب روحك تكون انت موجود في الصوره في الوقت هذا؟ معناها الفتره زي هذه ما كانتش في الفتره معناتها تكون انت محب تكون موجود. معناها شوف، انا قمت بواجبي مع جمعيتي وخدمت بقلب ورب وعادينا الناس وغرنا على الناس وفكينا وعملنا وضربنا وعاركنا. لحظة يعني ما تعديش كيفاش غرتوا على الناس غروا مالا وفكينا مالا فما شويه بطولات غرت عليهم فكيت شو معناتها نغور؟ معناها نفك حاجه مش متاعنا؟ انت قلت انا ما قلت لا شو معناتها نغور؟ معناها جي انت مثلا بطوله تبدا الناس هارب عليك وتتامر عليك وتغور وتغير وتتحرك الناس وتقف الرجال ونهزوا البطوله. معناها وقتاش هذه من احسن الالقاب اللي خذاتها الترجي في احسن مقابله على الاطلاق في تاريخ الكره التونسيه 2000 ترجي والنجم الرياضي الساحلي، ثم ما لا يقل على 18 ولا 20 لاعب دولي موجود فوق الميدان. كان نعطيك التشكيله نتاع النجم الرياضي الساحلي اللي لعبت دوخ. اعطيني حاجات ملموسه، كيفاش كيف مش بالكلام على كيفاش غرت وفكيت شو شديت تو في غور؟ هي عجبتني الكلمه مش عارف يا سيدي نبدلوها فزعه نفزعوا. شديتني فين كيفاش ليش خليها هي؟ لا هاني قلت لك غور نغور مالاش نعمل ربع ايديا. انا كي نلقى ناس متآمر علينا وناس تكمبن ضدنا وكذا واحنا ساكتين وهما ديما الناس تشكي واحنا ولا طارجي وهكيما توا انا توا خويا قاعدين نربحوا والناس ديما تشكك في انتصاراتنا ما خليوناش نفرحوا. معناها رايدين هاك شفت معناها مثلا مقابله نتاع كرة اليد لعبنا مقابله عاديه معناها مع النجم الرياضي الساحلي فريق كبير فهمتني. يجي رئيس الاتحاد نتاع كرة اليد ويجمد نشاط الحكم. شو معناتك يجمد نشاط الحكم؟ معناها الحكم كان هو سبب في الانتصار متاعنا. هانا مشينا ثلاثة ايام من بعد مشينا لسوسة ولعبنا مباراة يعني ما هيش معقولة. حياة اللاعبين مهدة والحجر وكذا وفزنا على النجم ما نقصش من قيمة النجم. لكن ديما مباراة الترجي فيها هل الجانب نتاع الاثاره. ما حبيتش جاوبني ولا لا باش نرجع لها بربي خاطر هو قال حاجه قال حاولوا يغود علينا هذاك شنو حاولوا يفكوا لك؟ المعروف كونه سليم شيبوب هو اللي قال كونه يفك. لا ابدا يا راجل. اي شنو فكوا لك 2002 شنو فكوا لك مثلا؟ لا ما قلتش فكوا لك. معناها حاولوا يغوروا علينا وتامروا علينا. يا حبيبي نعطيكم انا حيثيات مش نرجعوا نربحوا حاجات صاروا. ما نعطيك حتى شيء صار. الحاجه اللي نعطيها لك اللي احنا كنا موجودين وما خلينا حتى حد ياخذ لنا حقنا. الحاجه اللي تو قاعدين يبيعوا فيها وانتم تساعدوا من حين لاخر في الاعلام. ما تذكروش الجيل هذا اللي مغروم بالكره. تذكروا اللي يتقال على الترجي وتحكيم رانا كنا نلعبوا بحكام اجانب يرحم والديكم. ما كناش نلعبوا بحكام توانسة. كان المباراة الكبرى المباريات الكبرى سيسلي سامحني عايشك النادي الصفاقسي نلعبوا بحكم تونسي. لا المباريات الكبرى تتلعب تحكم اجنبي سيسليم انا وانت نعرفوا اللي البطولات ما تتربحش كان ضد الفرق الكبرى. الفرق الصغرى زاد مهمة المقابلات نربح حمام نلف. معناها يلزمني انا على الترجي بطل افريقيا
كان سمي لك اي تشكيله من التشكيلات اللي لعبت بهم انا من 94 وقت اللي عملنا الفريق بتاعنا 93 حتى 2004 سمي لك اي تشكيله هذيك يلزمني انا حكم يجي يعاونني. سي سليم ديبلاسمون بنزرت في بنزرت ماهوش سهل, ديبلاسمون باجا في باجا ماهوش سهل, مستير في مستير ماهوش سهل. لعبنا بالحكام الاجانب باجا لعبنا عادة لعبنا بالحكام الاجانب مع باجا, لعبنا في دور نصف النهائي مع باجا بحكام حكم اجنبي في المباراة اللي توقفت في المباراة اللي بعد. انا ما نحبش نبخس حق الفرق هذية, لكن الفرق الكبيرة اللي تقول والله انا كنت لكن ما خلونيش, ثم فرق ما كانتش اصل تنافس معايا في البطولة, كنت انا والنجم فقط مدة سنوات انا والنجم. جي ثم يجيك فريق يقول لك احنا والله ما خلوناش, مين خليك تدي على 20 نقطة 15 نقطة ماكش معايا, فهمتني؟ احنا اتفقنا يا سيدي نجيبوا حكام اجانب, ولينا ضربة ضربتين معناها الطيارات ماشي تجي. بعد قالوا لا سيم شيبوب عنده علاقات في ايطاليا, عندك علاقات في ايطاليا؟ ما عنديش عندي علاقات في العالم. بعد قالوا ايطاليا لا اي نحينا من الطليان, جبنا من فرنسا قالوا فرنسا يزي صحاب انتو بلاتيني, جبنا اي مثال, جبنا من هولندا جبنا من اسبانيا جبنا من حكام العالم اجمع, كلنا اللي ترافيه اللي بيجي يجيبوه توا ما وزفرنا الدور النهائي, واعطاه ضربة جزاء النادي الافريقي في الدقيقة 91 وسجلها النادي الافريقي, وسجلها وسجلنا احنا في الدقيقة 119 بعد حسين القابسي بوتو, هذاك معناها امبيوت جاج جوارات وقت اخر العام جوارات تعبين كله في جويه تلعب الفينال هذا ما نحكيلكش. الجوار الكلوب افريكان يعمل فوريتي حكرام, جوار اسبيرونس في الاخر يعمل فوريتي حكرام. حسين وقت اللي خذ الكره في النيفو دي 20 متر شدته ساقه ديجاج الكره باش تخرج لبرا باش ينجم يداوي جوارات يبوسوا فيه مش عارف علاش. رجعت بينا الذكريات عام 99 جست اسلام قبليك حب يبربشك شويه الغيره وما الغيره, فما زاد يمكن عقده قعدت في تاريخ التسيير نتاع سليم شيبوب اللي هي كاس رابطه الابطال, ما نحكيش على النسخه القديمه نتاع السيان اللي فزت بها عام 94 لكن كاس رابطه الابطال لقب لقب اللي ما فزتش بيه. ولو هاي الاسبيرونس قاعده تفوز بيه انا فرحان. لا 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 شوف بلا سمعني على على قال لي غيره زعما غيره شو كلام غيره كلام هذا اسبيرونس تربح مسلم شيبوب يربح مش حمدي المد بيربح راك ترجي ترجي نتاعنا الكل. انا اقسم بالله اقسم بالله او الناس اللي تعايشه معايا يوميا تعرفني يا الانتصارات نتاع حمدي المد نحس بيهم اكثر من الانتصارات اللي كنت نفوز بهم وانا رئيس في الترجي. انتصارات اليوم عندهم لذة نطعمهم قبل ما نطعمش. علاش شنو الفرق كيما حمدي توه حمدي طعم الانتصارات بتاعنا ما طعمش حمدي المد. حمدي يبدا جاي معناها هابط الفيسير يخمم نهار الاثنين شكون باش يلعب ونهار ثلاثه شكون ومليار مصروف و500 الف مصروف والناس تستنى في الباب وناس تستنى كذا وطياره بجيب طياره وهز من هنا سخار رئيس ترجي نجم انا ساعه لساعه قبل جون بوزي لا كيستيون قلت شبي الناس تفرح انا ولدي ساعه لساعه يجيب لي دي ماتش لسبيرونس تمركي وانا نبدا قاعد خش بك ما تفرحش ما نفرحش وقت اللي انا على بنك الترجي ما عنديش الوقت باش نفرح. اليوم نفرح اليوم نمشي للاستاد نغني. اليوم انت محب أنا فقط معنى بدون شيء انا رئيس شرفي داير اليوم انت تمشي تقعد مع الحبام تمشيش تقعد في الليلوج علاش نقعد انا في التريبيون. لا في حكايه اي شنو السبب لا ما تعملوش من حكايه. لا لا, لا انت قلت سؤال والله سؤال لا مش اصلا انت قلت ظاهره بريء لا لا خاطر هو قال قبل ما حبوش يعطيني والبراءه معناها بريئه منكم. لا مش بريء عندك انت بريء انا مش بريء خاطر هو قال قبل ما حبوش يعطيني خمبر نفسي انا ما عندي شي لوج ما عطوني شي لوج ما تفكروني شي لوج وين نعرف يا حبيب الله انا رئيس ترجي كنت وانا رئيس شرفي للترجي ما عندي شي لوج نجي نفك لوج ندخل قبل الناس كلهم نقول انا هل من المعقول يا حبيب الله وش يتشتخل يا اخي انا شخصي انا يذوب قدام الترجي الاسبيرونس ماشي مليح وعندها رئيس ونساندوا فيه واحنا قاعدين نربح وقاعدين نخوضوا معناها في حروبات على اليمين وعلى اليسار نجي نلوج انا على لوج انا ناخذ تذكرتي بنك مع الجمهور نتاعنا عندي اصحابي دي زونسيان جوار يجي يقعدوا معايا انا نجيب معايا ولدي نفرح نغني مع اصحابي كذا ونروح هذاك دور المحب هذاك دور اللي يحب الجمعيه نلوجوا على المناصب احنا ولا نلوجوا على الـ 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 الاماكن اللي فيهم الصور وفيهم كذا بلاكش مازالوا يحبوا يبعدوك يا ما حد ما يتقلقوا العباد اللي يحب يتقلق يتقلق على روحه ما يخم. انا ما نتقلقش اليوم سليم شيبوب ما عنده حتى مطمح في حتى منصب ليش وين
مهما كان المنصب، ينجم يكون رياضي ينجم يكون غير رياضي. لا 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 لا، شو أول حاجة رياضي هذا موضوع حسمته بدون شك لعدة أسباب، إمكانياتي المادية ما اسمح ليش أبو. طيب بدون شك أنا التو مصادر وما نخدمش. قول يا أبو مش في بالي الأمور مريقلة مع هيئة الحقيقة والكرامة وتفهمت ودفعت. لا 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 لا، عندي حكم، عندي حكم المكلف العام لنزاعات الدولة السابق قبل ما يخرج بجميع مشي يطعن في الحكم هذاك، وقت الحكم هذاك غير قابل للطعن، عطل الحلول بيني وبين وزير أملاك الدولة والحكومة دو نستناه حتى توفن، معناها الموضوع يوفى في القضاء بدون شك ما عنده حتى أمل طعن هذايا، لكن الله غالب. شنية الغاية ما نعرفش، انا ما نعرفش دونك هذاك علاش انا نحكي لك هذا من ناحيه رياضيا ما عندك حتى مطلب. اكثر من ذلك حتى لو كان عندي رغبه اذا نحكم انا عقلي نجي نعمل دوره حبر التاريخ شكون نجح في الجمعيات الكبيره في تونس في مصر في فرنسا في شكون عمل لنا كومباك ونجح حتى حد راو ثم ان جاب كبير بين الوقت اللي انا كنت سير وبين تسير نتاع توا. تبدلت الكوره، تبدلت الترجي. لا مش ترجي، الملاعب يتبدل. لو كان الخطاب اللي كنت انا نحمس به الملاعبيه نجي نكلم به الملاعبيه نتاع توا يضحكوا عليا، يضحكوا عليا للدرجه هذه. سي سليم تبدل كل شيء، تبدل المبالغ اللي ياخذوا فيها الملاعبيه، المبالغ نتفق معك تبدلت. تبدلت كل شيء تبدل، علما وأنه برشا ملاعبية سابقين كانوا معك في أكثر من حوار سواء تلفزي ولا إذاعي كانوا بين الظفرين يتشكاوا كونك ما كنتش تعطي فيهم في برشا فلوس. على عكس، على عكس اللي يحكيوا فيه الناس اللي أنا كنت نلوح في الفلوس وكل شيء فلوس، مش كل شيء فلوس، لكن ملاعبية ضمنت لهم مستقبلهم. ثم شكون ضرب معناها بعرض الحائط كل ما قدمناه له وقال لي أنا ما خديت شيء. وانا شكون مثلا؟ انت علاش ندخل في الاسماء يا حبيبي توا احنا مازلنا توا. انا نعرفك صريح سي سليم يا عمي، مش صراحه انا ما نحبش نتكلم مع ناس لبست مريول الترجي وما جاوبتهمش. ثم شكون اعتذر وثم شكون تكذبوه في البلاتون تاعك هذا مع سي اسلام؟ ثم شكون جاء قال لي راه الملاعبي قال عندي عرض وانا جبت عرض مش صحيح؟ ما عندوش العرض صحيح سي اسلام؟ صحيح. هو جاء قال راه وانا عندي عرض ب 800 مليون وما خلانيش نمشي. على فكره سي سليم نحب ناكد انا في الحكايه هذه شهاده، عيد الحمراني كلمني بعد الكلمة اللي قال لطفي زروق وقال لي نحب نجي، قلت له يا مرحبا بيك تحب ترد، مرحبا بيك يا جرد، لكن بعد سكر تليفونه وبطل معناه. معناتها اكد الكلام اللي قال لطفي زروق مش صحيح، مش صحيح، مش صحيح. على كل انا خدمت مدة 15 عام مع فريق الاكابر او 16، يعني جي جيري 250-300 جوار، إذا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا عشرة ما عجبهمش الحال معي أنا والمنع، يعني أنا جبت ملاعبية من درجة ثانية مشاو يلعبوا بروفيسيونيل في الخارج ولا وكونوا رواحهم وعملوش بيهم هذاك، نسميلك تحب نسميلك معناها خالد بدرا، نسميلك راضي الجعايدي، تحب نسميلك جوهر المناري، تحب نسميلك حسين القابسي، هذا ما كلهم خداو فرصهم مشاو لعبوا. راضي جعادي مثلا سي سليم خرج كانه وقت بعد كان براد فير، معناها خلى كونتراتوه لليوفا وخرج ليبر 2004. ابدا انا سيبته راضي جعادي خرج ليبر. لا ابدا لا خرج من غير وقتها من غير عقد مع الترجي. راضي هذا اللي خرج في ديسمبر 2000 لا لا خرج في جوان 2004 سي سليم. على كل وخرج ليبر وقتها شكون كونه راضي جعادي؟ لا متفقين هو عمل له مستقبل ممتازه في الترجي. الترجي عملت له مستقبل في تونس وبرا من تونس، وهذا مش كان راضي. ماهر الكنزاري خرج مشى الامارات مشى يلعب على روحه، كل جوار جاته فرصه، حسن القابسي مشى الجنوة. باش نرجع لك للمطامح، قلت لي رياضيا ما عندي حتى مطامح، سياسيا اليوم الناس كلها تعم في السياسه في البلاد. معناها نزيدهم انا تعرفش نسال فيك انا نسال فيك اولينا 11 مليون مدرب و11 مليون سياسي ندخل انا تولي ربوخ سيدي حسن هكا. شوف انا السياسه تفرضت عليا في وقت من الاوقات، مانيش بعيد اليوم اي مانيش بعيد نتابع ونحكي مع من يريد ان يسمعني ونلقى في اذان صاغيه
في الحكم ولا في المعارضة ولا يعني علاش الحكم؟ أنا أحكيوش على الحكم، نحكي أنا في العالم تاع السياسيين. أنا اليوم عندي مشاكل، ما زلت ما فضيتش المشاكل بتاعي. إذا اليوم باش نعمل السياسة باش يقولوا فلان راه مشى تخبى وراء حزب معين أو راجل سياسة معين، وقت اللي أنا نحل مشاكلي ونصبح معناها في حل من أي ارتباط، ونجم نطير بجوانحي ونجم نكون حر في الكلام اللي نقوله، قد تستهويني قد لا تستهويني، ولكل حادث الباب حديث. مفتوح معناها أنت ما تسكرش لكل حادث حديث. إذا نجم أنا نعاون، مش لازم علي راه معناها ناخذ منصب ولا نمشي نتقدم مجلس نواب. واحد يقول لا مدام فلان جاب كانز كانز فوا مجلس نواب أنا طونجيب أكثر، مش ما عنديش أنا الحكاية. كان نجم نعاون بلادي، كان نجم هاو نسألو لك السؤال، كان أنت تتقدم تجيب أكثر من 15 المقعد أنت تحكي عليهم؟ كي تقول 15 مقعد أنا نعرف شكون تقصد، والناس كل تعرف أنت تحكي على سليم ريح. شيحني له ريق الراجل. لا مشيح ليش ريق، أنا مشيح لكم ريق. ثم قاعدين تخلعوا في باب مفتوح. سليم الرياحي اعتمد على النادي الافريقي وعمل 15 صوت وعمل كتلة في مجلس نواب. ليش تعتمد على اسبيرانس انت؟ نحرج جمهور الترجي كان ندخله من الباب هدايا. علاش؟ كان ندخل كمستقل ربما. علاش؟ جمهور الترجي فيه النسيج الاجتماعي الكله، فيه السلفي وفيه الإخواني وفيه اليساري واليميني، يحن للديكتاتورية متاعنا، وفيه اليساري وفيه العروبي وكذا. باش نقول له يجي معايا وأنا أفكاري مشيت مع حزب ضد الأفكار متاعه، فنعر ربما كان تقدم كمستقل، ربما ناخذ أصوات ونعمل كتلة في مجلس نواب. لكن هذا ما تستهوينيش أنا، مش مازال في عمري جوفو اتر اوتيل. نحب عندي مشروع في مخي سياسي اجتماعي. انا مثلا كنت نقوم بعمل اجتماعي، تعرفوا تونس كامله عمري ما تصورت، عندي صوره مع حد عاونته. انا ثم ناس خذت ديار عندي، ثم ناس على مد امتداد 15 عام، العيد الكبير، العيد الصغير، رونتري سكولير، لي زورديناتور، ما خلينا حد شافوا لك بيه هذا بعد 2011. انا كي نمشي في الشارع ونمشي في الاحياء نتاع تونس، نعرف اللي تونسي راب الجميل من ما وقفوا معايا. لكن انا عمري وقلتها في التلفزة مره وكعاونت لي مشاكل، لو كان ترجعوا لحنا بعد قلت مره، وثم شكون نرى روحه مستهدف وحب يعمل لي مشكلة كبيرة، قلت أنه الفقر عمره ما كان عار. العار اللي عنده الإمكانية ما يعاونش، ولا كيعاون يشوه الناس ويصورهم. إحنا واضح فاش كنت وشهر بهم. أنا ذاك حكيش توا، أنت تحكي هذا 2011 ولا بعد قبل ولا بعد؟ في 2006 عم في مداخلة بتاعي في حنا بعد قامت الدنيا وقعتت. تكوردو شكون اللي تقلق؟ السيدة الأولى. إذا أنا لا كنت نعمل في العمل الاجتماعي، اليوم ما عنديش إمكانية باش نعمل. إن شاء الله عن قريب عندي فكرة باش نختار منطقة معينة، وعندي الفكرة في مخي المنطقة دي شنو اللي تكون، وباش نقوم بعمل ما هوش لهم تاع من ولهم تاع سلفة ولا تاع حد شيء، باش نعلموا ناس مهن معينة، ويكون مشروع تشاركي لكل المنطقة هذيك متشاركة في المشروع اللي باش نعملوه، والمشروع هذا ينجم يتطور ويكبر برشا 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 برشا. إيه شنو اللي قلق على السيد الأولى في الكلام هذا؟ أنا ذاك وقتها كانت عاملك المشروع بتاع السيدة وبسمة وكذا، ويصوروا في الناس في السبيطارات، ويصوروا في اللي طهروا فيهم، ويصوروا في اللي عرسوا، وهذا الحق يعني خليه كرامة الناس يا حبيب الله. تتوى الناس في تونس كي طاح النظام تاعنا شكانوا سلوغون شنو اللي كان؟ حرية وكرامة. وهك كي جي إنسان تمدلو وتصوره، أنا ماذا بيه يعملوا قانون باش الناس ما تقفش على المد هدايا
يعملوا قانون ما عادش تصوروا الناس حتى كي تصوروهم ورا وجوههم فلوتي. برامج تو معموله على حكايه في التلفزه. واحد خليوا الوجوه تكون فلوتي ما تهينوش الناس. شنو باش في الحومه يقولوا يا انت البارح راك مشيت خديت فك المائده افطرت فك المائده صوروك مع فلان ولا انت الكرتابه هذه عطيها لك فلان ولا اللبسه هذه في الشتاء هكا لونها كذا جاتك فك ال لا لا لا. هذا ما يجيش هذا ما يجيش. لكن احنا في ظرف اليوم اللي يلزم الناس الكل معناها تمد يد المساعده وباين باين اليوم تونس الفلوس معروفه وين موجوده. ما نجموش نرزنوا كاهل الشعب الكريم اللي هو الاغلبيه اللي تعب. الفلوس موجوده عند رجال الاعمال عند المجموعات الكبيره ما فيها باس معناها في الظرف الصعيب هذا يعاونوا الحكومه ويعاونوا المؤسسات الخيريه ويقع مد تضامني لحد ما نمروا من هالفتره الصعبه. ولو انا نعرف اللي ثم معناها نتائج اقتصاديه قاعده تتحسن لكن مع هاو اعتصام من هنا هاو لي بومب ايسونس مش باش يخدموا هاو الفوسفات ما يتنقلش هاو كذا سي تري ديفيسيل دو فير لا كروسانس. باش نرجعوا للوداد والترجي مباراه الحسم في رادس بعدنا برشا باش نرجعوا انت بعدك اوكي صاحب العمله هو صاحب العمله باش نرجعوا باش نحكيوا على طرف باش يكون مؤثر ومؤثر برشا مش اللي في مخك باش نحكي على نحكي على الجمهور باش نرجعوا زاد على طرف مؤثر في اللقاء اللي هو التحكيم هذايا في الساعه الاخرانيه من اولاد الحومه مع سليم شيبوب ضيفنا حتى نص الليل وليد هلالي حاضر معنا في الاستوديو اسلام المدب بيرم الكنيسي وليد برحومة قدام الميكرو وعلي باشا في الإخراج. ولاد الحومة سيام مقبول مع أنا مانجي بور فو.